بسم الله والابن والروح القدس، الإله الواحد أمين. المجد للأب والابن والروح القدس، تحل علينا نعمته وبركته من الآن وللأبد أمين. عودة أحبائي لسفر هوشع أو الأنبياء الصغار. آخر مرة تقابلنا فيها لنا مدة قبل ما سافر، ما تقابلناش. آخر مرة تقابلنا كنا بنتكلم في الإصحاح الرابع. الإصحاح بتاع النهاردة الإصحاح الخامس هو مكمل للإصحاح الرابع، أو بيمشي في نفس الفلك بتاعه، وبيتكلم عن دينونة إسرائيل ويهوذا. الإصحاح اللي فات الإصحاح الرابع كان بيتكلم عن خطايا يهوذا، آسف، عن خطايا إسرائيل، كان موجه للمملكة الشمالية. النهاردة بيتكلم عن المملكتين، دينونة المملكتين، ومش المملكتين بس لكن بالتفصيل أيضا، فالكهنة والشعب وبيت الملك كمان لحد بيت الملك، يعني دينونة شاملة للكل. والحقيقة لما بنقرأ الحاجات دي الواحد بيستغرب، يعني إن ربنا له المجد قد كده قدوس في نقاء غير عادي. هذا النقاء أحبائي يرفض الخطية بكل صورها وكل ألوانها. فلا تجتمع الظلمة مع النور، وهو عايز لينا القداسة. عشان كده تلاقي ربنا في الكتاب المقدس دقيق جدا وواضح جدا أنه لا شركة مع الظلمة مع النور. إحنا بنتمتع برحمة ربنا طبعا، واتكلنا على رحمته، لكن الدينونة جاية وهنقف أمام الديان العادل، وهتفتح الأصفار وهيدان كل إنسان حسب أعماله. دي حقيقة لازم تكون واضحة في ذهننا، ما تغيبش عن ذهننا. صحيح إحنا عايشين بالرجاء وبالأمل والثقة في محبة ربنا لينا وفي مرحمه لينا بلا شك، وبنحتمي في غطاء دمه اللي غطى خطايانا، لكن لا يستهين أحد بلطف الله وإمهاله، علما أن لطف الله إنما يقتضي إلى توبة. في حياة التوبة والجهاد والجدة، الحياة الجدية والحياة الجديدة والسهر، لأن ربنا حذرنا وقال لنا سهروا وصلوا، وقال إنه هيأتي بغتة كلص، محدش عارف الساعة جاية إمتى. حياة الاستعداد دي لازم الإنسان المسيحي أيا كان سنه، لأن ساعات بنتكل على عمرنا وسننا الصغير، إحنا وصلنا للسن اللي خلاص عمرنا بقى ورانا في ورا ظهرنا. لكن حتى الشبان الصغيرين، حتى الكل يكون مستعد، لأنه محدش عارف متى يأتي، في نصف الليل أو في صياح الديك، في الهزيل الأول أو في الهزيل الثاني أو في الثالث أو في الرابع، هو جاي جاي. فلما ربنا بيتكلم عن الدينونة لازم الإنسان يكون أولا مصدق لكلمة الله، ثانيا مستعد جدا أن يعمل حسب كلمة الله بانتباه وبجدية. الإصحاح بيبتدي بتحذير. لو نفتح الكتاب المقدس مع بعض الإصحاح الخامس، بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. اسمعوا هذا أيها الكهنة، شوف ابتدى بالكهنة، لأن من يعرف أكثر يدان أكثر. اسمعوا هذا أيها الكهنة، انصتوا يا بيت إسرائيل واصغوا يا بيت الملك. يعني كل فئات الشعب، كهنة وشعب وحتى بيت الملك، محدش يقدر يحتمي لا بحسب ولا بنسب ولا بوظيفة ولا لأن عليكم القضاء، في قضاء وفي دينونة عليكم يا شعب ويا كهنة ويا ملوك يا بيت الملك.
إذ صرتم فخا في مصفاه وشبكة مبسوطة على طابور، وقد توغلوا في ذبائح الزيغان، فأنا تأديب لجميعهم. في جريمة حصلت ربنا له المجد مش ممكن ينساها لمملكة إسرائيل، إسرائيل الشمالية اللي خلعت نفسها من عبادة ربنا وابتعدت عن الهيكل، هيكل الله، مذبح الله الحقيقي في أورشليم، ومنعت ولادها من ان هم يوصلوا للهيكل. فيقول صرتم فخا في مصفاه، مصفاه دي شرق الأردن، وعلى طابور، طابور دي في الجليل، في الأردن وفي الجليل تحت، وصرتم فخ وشبكة لأنه عملوا مناطق للرقابة وحطوا قوات للتجسس يمنعوا أي حد يعدي من مصفاه أو من طابور أو الخط الواصل بينهم، يعني بطول الحدود، بطول الحدود أي حد نازل من إسرائيل داخل ليهوذا من المملكة الشمالية المملكة الجنوبية، أي حد داخل علشان يعبد ربنا في هيكل أورشليم يتقتل، يتصفى، أو على أبسط الأحوال يتقبض عليه ويتمنع إذا ما تقتلش. فبيقول لهم أنتوا عملتوا فخ لشعبي ولولادي ومنعتوهم عني، صرتم فخا في مصفاة وشبكة مبسوطة على طابور، عملوا زي قوات حدود كده، سلسلة من الكمينات، كمين، فالكمين ده كان بيمنع ولاد ربنا من انهم ينزلوا ويعبدوا في بيت، في بيت ربنا. شبكة مبسوطة على طابور وقد توغلوا في ذبايح الزيغان، توغلوا مش بيمارسوا الخطية وبس لكن بيفحفروا، عارف اللي ما بيكتفيش بالسطح، واحد لقى كنز يغور تحت، ينزل تحت في حالة من الطمع والجشع، عايز المزيد المزيد المزيد. وده اللي قاله ربنا له المجد للسامرية، لا كل من يشرب من هذا الماء يعطش. الخطية بتجر خطية ومفيش ليمت أبدا للشهوة وللنجاسة، ومفيش ليمت للإشباع الجسدي ولا الإشباع العالمي، مية ملحة ما تشبعش ما ترويش. عشان كده ربنا له المجد قال لها لو تعرفي عطية الله، لو كنت تعرفي عطية الله والعز اللي ولادي بيتنعموا بيه، شعب شبع، لأن النفس الشبعانة تدوس العسل، والنفس الجعانة المر لها حلو، تاكل المرارة، تشتهي الخرنوب، زي لما الولد الابن الضال اشتهى انه ياكل من خرنوب الخنازير وما كانش لاقي، ما كانش طايل. فبيقول لهم توغلوا، توغلوا، غاروا، اخترعوا خطايا جديده وذبايح جديده، يعني اللي احنا بنشوفه من شر العالم كل يوم يخترعوا لنا اختراع، كل يوم يخترعوا اختراع، لان حتى الخطيه العاديه ما بقتش تشبع الانسان، فبتوصل تلاقي يميل للشذوذ ويميل للقذارة ويخترعوا اختراعات بعد الشر بعيد عننا وعن حتى مجرد تفكيرنا أو تخيلنا أو تصورنا ليها. توغلوا في ذبائح الزيغان، بيحاول يهرب من 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 وجود الله. تصور إنسان وصل في الدرجة في بعده عن ربنا إنه مش طايق يشوف وجه الله أو يسمع سيرته أو يسمع عنه، بيزوغ منه. الإنسان اللي عايش في الخطية ما يطيقش يسمع كلمة ربنا، ما يستحملش، لأن الشيطان جواه ملك عليه كده، مسك فيه، يعني يبقى مش قادر يتخيل صورة لله ووجود لله أو سيرة واسم لله القدوس له المجد، بيزوغ زيغان بعيد عن ربنا. فأنا تأديب لجميعهم، أنا بنفسي أكون مصدر إدانة، أنا الديان العادل، أنا تأديب لجميعهم، أنا أعرف إفرايم
وإسرائيل ليس مخفيا عني أنك الآن زنيت إفرايم، قد تنجس إسرائيل. مين يقدر يستخبى من وجه الله؟ يونان كان يقدر يستخبى من وجه الله؟ آدم وحواء قدروا يستخبوا من وجه الله؟ الورق اللي حطوه بتاع الشجر لأني عريان فاختبأت، سمعت صوتك فخشيت، أنا عريان فاختبيت خفيت، هل اختبأ عن وجه الله؟ ربنا يقول فينك، فينك يا آدم، رحت فين؟ مش لأنه ما هوش عارف أنا فين، لكن عشان ينبهني ويقول لي مش هتقدر تبعد عني، مش هتقدر تستخبى مني. هنتراءى أمام الله شئنا ما بينا، هنقف قدام وجهه شئنا ما بينا. يا ريت لما نقابله نكون فرحانين، يا ريت لما نقابله نكون مستعدين، ما بنقولش مع الناس التانيين ليت الجبال غطينا والأكام استري علينا واسقط علينا، خبينا من وجه غضب الحمل الخروف. أنا عارفك يا إفرايم وعارفك إسرائيل، زي ما اتفقنا يا جماعة أنه المملكة الشمالية مكونة من 10 أسباط، أكبر سبط فيهم هو سبط إفرايم، عشان كده إفرايم صارت مرادف لإسرائيل. يعني ممكن ينادي المملكة الشمالية باسمها إسرائيل لأن هم 10 أسباط، فدول الأغلبية، يعني الأغلبية الـ12 منهم 10 فسماها مملكة إسرائيل. والمملكة الجنوبية مكونة من الاثنين، يهوذا الكبيرة والصغيرة بنيامين، فيسميها المملكة الجنوبية أو اليهودية، اليهودية لأن سبط يهوذا هو الكبير. عشان كده لأن إفرايم هو السبط الكبير فممكن ينادي المملكة الشمالية باسمها إفرايم، ده مرادف لاسم إسرائيل. وإفرايم مليان فروتس، المثمر إفرايم فول فروتس، مليان أسمار، أسمار جميلة. فكانوا غني، كانوا غني جدا من الناحية المادية لأنه كان الشعب ده شعب شاطر، إفرايم دول كانوا شطار كلهم وحرفيين ايديهم شغالة، وفي نفس الوقت كانوا بتوع حرب متمرسين في الحرب، كانوا يرموا بالمقلاع وما يخطئوش الشعرة، لما يرمي بالمقلاع ينشن على الشعرة يجيبها، فكانوا شطار. لكن كانوا شطار في علم العالم، ياريت كانوا عرفوا يكونوا كمان في علم الروح ويتمسكوا بالإله الحي، لكن هم كمان مالوا للزيغان. و يقول كده إنك الآن زنيت يا إفرايم، الزنا الروحي اللي بيغضب ربنا. طبعا احنا اتكلمنا عن الموضوع ده قبل كده كتير، وفهمنا إن لما بيكلم عن الزنا بيكلم عن العلاقة اللي برة علاقتنا بربنا، يعني الاتنين جسد واحد، إذا دخل ثيرد بارتي، إذا دخل دخيل فدي نجاسة خطية. فأنا علاقتي بربنا له المجد ما يجرحهاش علاقة بأي حاجة من العالم، محبة العالم وشهوات العالم وغرور العالم وكبرياء العالم ومال العالم وسلطة العالم، كل دي علاقات محرمة ما تدخلش في وسط علاقتي بربنا إطلاقا، فهو ده الزنا الروحي. لكن الخيبة كمان إن هما ما كانوش واعين في زنا روحي بس، يبقى عيب روحي نقدر نصلح فيه ونشتغل فيه، لكن كانوا واعين كمان في عبادة الأوثان اللي غرستهم في الزنا الجسدي الفيزيكال، فالممارسات الجنسية والنجاسات كانت شديدة جدا جدا جدا، أقوى من خيالنا، فبعد الشر يعني عن خيالنا، يعني ربنا يحفظ فكرنا بعيد عن الخطية. فكانت الممارسات الأبيحة دي بتمارس في المعابد، فمش مجرد بس إن هو بيزني زنا روحي ببعضه عن ربنا، لكن أيضا اشتراكهم في عبادة الأوثان غرستهم في الزنا الجسدي. إنك الآن زنيت يا إفرايم، قد تنجس إسرائيل. ولما يقول كده يديك إحساس بمسؤولية الكبير، لأنه تملي الكبير هو القدوة، فإذا كنت أنت كبير بتعمل كده الصغير هيتبعك. فإفرايم ده سبط كبير، سبط المفروض أنه يكون مسؤول، ده مثمر واخد بركة يعقوب من زمان. إفرايم ده ابن يوسف المدلل، الابن المدلل الحلو الجميل ابو قميص ملون،
ففرايم ده كان لازم يكون قدوة بكثرة أعداده، بأنه هو كبير ومميز، بأنه موهوب ومليان ثمار جميلة، كانت المفروض الثمار دي تفرح قلب الله، لكنها وقعت في الزنا. فيقول كده: الآن زنيت يا إفرايم قد تنجس إسرائيل. يعني نجاسة إسرائيل، اللي حصل إسرائيل ده كان بدايته عندك أنت يا إفرايم. وكأن الكبير لازم يكون مسؤول، ولازم يكون قدوة، ولازم يكون واخد باله ومحترس. أنتوا بتقولوا لي: يا أبونا يا أبونا يا أبونا يا أبونا، بعد الشر عليكم من العصرة. لو كانت العصرة من الكبير، من الكاهن، بتبقى صعبة جدا جدا، ربنا يرحمنا. فيقول كده: إفرايم وإسرائيل ليس مخفية عني، إنك الآن زنيت يا إفرايم قد تنجس إسرائيل، أفعالهم لا تدعهم يرجعون إلى إلههم. ودي درجة قاسية جدا جدا جدا، لأنه التوبة موجودة في كل وقت، وربنا فتح باب التوبة وقلبه مفتوح لينا كلنا في أي وقت، حتى للنفس الأخير، لآخر لحظة يستطيع اللص اليمين أن يقول: اذكرني يا رب إذا جئت في ملكوتك. فيجد رحمة عند الله ويجد قبول، ويقول له: الآن تكون معي، أو اليوم تكون معي في الفردوس. لكن لما يقول كده هو إن أفعالهم لا تدعهم يرجعون إلى إلههم، فده إنسان حط نفسه في متاهة مش هيقدر يطلع منها. في حاجات كده، أمور يا جماعة، لو الإنسان بعد الشر دخل فيها يبقى دخل نفق مغلق ملوش مخرج، زي اللي بينكر الإيمان ويرتبط بذيجة مع غير المؤمنين، خلاص اتكتف، دخل في اتورط، بيعمل عهد مع الشيطان، يمضي معاه عهد، تبقى الأمور صعبة جدا جدا. طبعا ما فيش حاجة مستحيلة، طبعا ممكن يستشهد، ممكن يترك كل حاجة ويستشهد. وسمعنا في التاريخ عن قديسين كانوا كده، أنكروا الإيمان، يم دخول العرب وإسلم، ساب المسيح، جحد المسيح، وبعدين لما تنبه وتاب كان التمن رقبته. عشان كده بقولك الأمر صعب، كان التمن رقبته. في بيتورط وما بيقدرش، خلاص وبيهلك. لكن في انسان يقدم توبه ويقول: اهدم رقبتي، يحكموا عليك حكم الرده، يقول: ماشي انا مستعد. السنكسار في حاجات كده، في قصص كده. فبيقول له كده: افعالهم لا تدعهم يرجعون الى الههم، لان روح الزنا في باطنهم وهم لا يعرفون الرب. ربنا هنا بيكشف حاجه مهمه قوي، ان الخطيه دخلت جوه القلب، الفساد بقى جوه مش من بره. يعني على راي المثل اللي بيقولوه: لما صعب تعطل مش الحل ان انت تغير العقارب بتاعتها. تغيير العقرب ده سهل قوي، شيل عقرب وحط عقرب، مش دي المشكله. لكن المشكله جوه، في التروس، في قلب الساعه من جوه. افتح الساعه من جوه هتلاقي العطله جوه، لو صلحت العطله تمشي. لكن ان انت تفتكر ان انت تقدر تعالج من بره، ما ينفعش، لأن الخطية جوه عميقة في داخل الإنسان. ودي تجاوب يا أحبائي على السؤال اللي احنا تملي بنسأله أو الآخرين بيسألوه: إيه أهمية الخلاص؟ ليه المسيح له المجد جه؟ هو مش كان يقدر يقول له: مغفورة لك خطاياك وتنتهي الحكاية؟ وربنا مش قادر على مغفرة الخطايا؟ أيوة طبعا ربنا قادر على مغفرة الخطايا، لكن المشكلة مش في خطية الإنسان اللي من بره، لكن المشكلة في فساد طبيعته من جوه. هو قلبه من جوه بقى خربان، محتاج تغيير. الطب بيقول لنا ان في درجات من المرض بتتطلب ترانسبلانتيشن، نقل اعضاء، قاعدين نرقع في القلب ده ونلصم فيه، لكن جه الوقت اللي نقول: قلبا نقيا اخلق فيه يا الله وروح مستقيم جدد في احشائي. عايز اتجدد من جوه، عايز اتنظف من جوه، عايز تغيير عده من جوه. وده اللي عمله فينا المسيح له المجد، قال ان انتم مغروسين في شجره الزيتون اللذيذه، حسب تعبير بولس الرسول، مغروسين فيه، اثبتوا فيه وانا فيكم، خدوا اعضاء جديد جسد، خدوا مني، خدوا من جسدي وخدوا. وده اللي احنا بنستمتع بيه في سر الافخارستيا، للي مش حاسس بقيمه الافخارستيا، بنتمتع بالافخارستيا، بنتمتع باننا بتتخلق فينا اعضاء جديده، بنلبس المسيح،
الذين اعتمدوا المسيح لبسوا المسيح. غلطية 3:27 الآية المشهورة. علشان كده يقول كده هو: لا تدعهم يرجعون إليهم لأن روح الزنا في باطنهم وهم لا يعرفون الرب. دول محتاجين تغيير من جوه. الزنا مش ممارسة، دول مش شوية عيال انجذبوا من بره اتراكتد ولا ديستراكتد بعيد عني. لا، ده مش كده، مش ده الموضوع. الموضوع ان الخطية بقت جواهم ملبدة وماسكة فيهم من جوه، محتاجين تغيير من الداخل. لأن روح الزنا في بطنهم وهم لا يعرفون الرب، وقد أذلت عظمة إسرائيل في وجهه. جاب لنفسه الهوان. من نتاج الخطية أنها تذل الإنسان وتكسر عينه وتفضحه بينه وبين نفسه. لو تتعدى هذا تبقى قدام الكل. يعني الإنسان لما يتنه يغلط 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 يغلط، يوصل لدرجة الإذلال والفضيحة بعد الشر بين عن الكل. ودي حاجة يعني منتهى القسوة. قد أذلت عظمة إسرائيل في وجهه. شوف العظمة بتاعت إسرائيل، مملكة إسرائيل دي. ارجع كده بالتاريخ لأيام داود، شوف المملكة دي كانت شكلها إيه. ارجع لأيام سليمان اللي المسيح له المجد قال عنه: ولا سليمان في كل مجده. اللي كانوا كل الملوك الأرض والعالم كله بيجوا علشان يتمتعوا ويستمتعوا ويتفرجوا على عظمة ومجد وبهاء وجلال مملكة إسرائيل. كانت مملكة واحدة قبل ما تتقسم. الكلام ده كله أذلته الخطية. صحيح، عار الشعوب الخطية فعلا، فعلا عار الشعوب الخطية. قد أذلت عظمة إسرائيل في وجهه، فيتعثر إسرائيل وإفرايم في إثمهما، ويتعثر يهوذا أيضا معهما. إفرايم مملكة، الجزء الكبير من المملكة، وإسرائيل وأيضا يهوذا يتعثر معهم. فالإصحاح ده بيتكلم عن دينونة المملكة كلها، شمالية وجنوبية. وابتدى بأنه بيتكلم عن الكهنة وعن الشعب وعن بيت الملك. بيت الملك كل عيلته مش هيكونوا اكزمتد ابدا. وتعثر يهوذا ايضا معهما، ويذهبون بغنمهم وبقرهم ليطلبوا الرب ولا يجدونه. قد تنحى عنهم، قد غدروا بالرب، لانهم ولدوا اولادا اجنبيين الان ياكلهم شهر مع انصبتهم. وقعوا في العصرة، الخطية تغلغلت جواهم، الأمر بقى صعب جدا، جذور داخلة جوه مش مجرد عن الوش بس. هيذهبوا بذبائحهم وبقرهم يطلبوا الرب ولا يجدونه. ده اللي بيدور على ربنا بيلاقيه. اللي يدور على ربنا بجد. لكن ربنا في وقت من الأوقات قال لهم: ما لي وكثرة ذبائحكم لا أصر بالمحرقات. مش كده؟ يعني ممكن الإنسان يقدم ذبيحة لربنا وربنا يرفضها. ممكن يقدم صلاة ويقول لنا كده: صلاة الأشرار مكرهة للرب. الأشرار لما يصلوا ربنا يسد ودانه. وقال لنا كده: ليس كل من يقول يا رب يا رب، مش كل اللي يقول يا رب يا رب، ده هيقولوا له: باسمك تنبأنا وأكلنا وشربنا وتعلمت في شوارعنا. يقول لهم: اذهبوا عني إني لا أعرفكم، سبوا عني يا ملعين، يفعل الاسم اللي أعرفكم. لأن التوبة مش من القلب، مظهر شكل خارجي. عشان كده بيقول بيذهبوا بغنمهم وبقرهم ليطلبوا الرب وشيلوه. أنا ما يضحكش علي، دول مش بيقدموا توبة حقيقية، دول مجرد بيستردوني من الخارج. لكن الخطية جواهم، لبدة جواهم، معششة جواهم. لا يثر الرب بكثرة الذبائح، يثر بالرجين رحمته. مش ده اللي قالوا علينا، اللي قلنا داود واحنا بنصلي في صلاة السواعي باستمرار في المزمور 50: قد تنحى عنهم، قد غدروا بالرب، لأنهم ولدوا أولاد أجنبيين. أنا وصيتي ليكم من يوم ما خرجتم من أرض مصر إن أنتوا تحكوا لهم عن الفصح، وتحكوا لهم عن الخروج، وتحكوا لهم عن شق البحر الأحمر، وتحطوه على أيديهم وعصابة على عينيهم، وتكتبوه وتمارسوا الممارسات دي. الولاد دول يتربوا في هذا الجو الروحي ويعرفوا جيل ورا جيل ورا جيل ورا جيل ورا جيل.
لكن انتوا علمتوا ولادكم ايه غير الخطيه والنجاسه والزنا والقرف؟ ولدتوا ولاد اجنبيين عني، هنا اجنبيين مش اجنبيين الجنسيه، لكن اجنبيين عن رعويه اسرائيل، بعاد عن حقل الله، بعاد عن معرفه الله. ولدتوا واولاد اجنبيين مش متاصلين فيا، مش متاصلين، ما لهمش علاقه بيا عميقه، ما لهمش صلوات المخدع، ما يعرفوش يعني ايه يلتصقوا بالرب ويكونوا قديسين، لانهم اتولدوا في جو ونجاسه. يعني انت منتظر ايه من الممارسات الجنسيه الصعبه اللي انا بحكي لك عنها دي، او اللي بيشار اليها في عباده الاوثان؟ منتظر ايه؟ منتظر يطلع بيت؟ طب احنا شفنا بيت داود نفسه الملك، ولاده عملوا ايه؟ بهدلوا الدنيا لمجرد انه خطيه دخلت بيتك يا داود، دفعت ثمنها غالي، لا السيف ساب بيتك ولا الزنا ساب بيتك. قصص متعبه يعني. الآن يأكلهم شهر مع أنصبتهم. أصل المؤدب جاي اللي هيقتنسهم أشور، هيتاخدوا في السبي، فيقول لنا كده يأكلهم بين قوسين اللي هيسبيهم أشور وبابل. خلي بالك أنا بودي كان التحذير قبل السبي، الكلام ده اللي احنا بنقراه دلوقتي كله قبل السبي، فده تحذير من السبي. لكن بيقول لهم كده ان ولادكم هيطلعوا اجنبيين، وذبايحكم انا مش قابلها، والخطيه جواكم متغلغله بشكل صعب جدا. الان ياكلهم، ياكل ولادكم والاجيال اللي جايه، ياكلهم شهر. ليه شهر بين قوسين؟ لانها مده محدوده، سماها شهر زمنيه، زي لما قال ملاك سمرنا كليماندوس، آسف، بوليكاربوس في سفر نشيد الأناشيد، آسف في سفر، أنا مالي ملخبط ليه، في سفر الرؤية، في سفر الرؤية قال له كده ما تخافش، لأنه السجن بتاعك هيكون 10 أيام، يعني مدة محدودة، سماها 10 أيام، فترة زمنية كاملة، وحدة زمنية نقدر نقول. فهو بيقول لهم كده الآن يأكلهم شهر مع أنصبتهم، كل اللي جمعوه ده هيتاخد وياهم. شهر مدة محددة، لأن مراحم الله يا أحبائي جديدة كل صباح. يعني ربنا صحيح وإن كان بيدي تأديب جامد، قال لهم أنا أكون تأديب ليكم، حتى كلمة تأديب كلمة تعزي، يعني مش عقاب للموت، تأديبا أدبني الرب إلى الموت لم يسلمني. فحتى وربنا بيأدب وربنا بيشد الودن وربنا بيحذر، حتى هو زعلان واخد على خاطره وغضبان وبيعلن قصاص وبيعلن دينونة، تلاقي مراحم الله موجودة أيضا، لأنه ليس إلى المنتهى. عشان كده الكلمة معزية جدا لما يقولون يأكلهم شهر، نتعزى ونشكرك يا رب. يعني إذا كانت المدة محدودة هستحملها، وهستحمل التأديب بالتضاع، وفي الآخر يا ربي أنا ابنك وأنت مش هتسيبني أبدا. احنا وصلنا لآية 7 دلوقتي، الآية 8. اضربوا بالبوق في جبعة، بالقرن في الرامة، اصرخوا في بيت أون، وراك يا بنيامين يصير إفرايم خرابا في يوم التأديب. الإصحاح ده إصحاح تأديب، هو اللي فات إصحاح 4 و5. اضربوا بالبوق، انذروا، نبهوا في جبعة، بالقرن في الرامة، اصرخوا في بيت أون. بيت أون هو بيت ربنا، بيت إيل، ده مرادف لكلمة بيت إيل. وراك يا بنيامين يصير إفرايم خرابا. بنيامين اتاخد الأول، فاكرين سبط بنيامين لما حصلت الحروب وحارب نفسه بهدل، وبعد كده راح في السبي، مش كده؟ لكن ده حصل بعد إفرايم، إفرايم الأول. خلي بالك إفرايم وبنيامين دول، ده إفرايم ده يبقى ابن يوسف، وبنيامين أخو يوسف، فالواد وعمه يعني هيبقوا ورا بعض. اصرخوا في بيت أون، وراك يا بنيامين يصير إفرايم خرابا في يوم التأديب، في أسباط إسرائيل
علامة اليقين صارت رؤساء يهوذا كناقلي التخوم فأسكب عليهم سخطي كالماء. إفرايم مظلوم مسحوق القضاء لأنه ارتضى أن يمضي وراء الوصية، فأنا لإفرايم كالعث ولبيت يهوذا كالثوث. يعني إيه الكلام ده؟ البلاد اللي بيذكرها جبعة والرامة وبنيامين دول في جنوب المملكة تحت، فعايز يقول إن الخراب هيطول من الشمال لحد أقصى الجنوب من تحت خالص، فالبوق هيوصل صوته لحد تحت في المناطق الجنوبية في آخر المملكة. إن الخراب والتأديب هيشمل الكل، ويقول كده هو إن أنا بعلم اليقين اللي أنا بقوله ده في أصوات إسرائيل، أعلمت اليقين صارت رؤساء يهوذا كناقل التخوم فأسكب عليهم سخطي كالماء. هو بيعلم عن سبب تاني لهذا الخراب. يعني إذا كان السبب الأولاني اللي احنا قرناه من الآيات من 1-7 بيتكلم عن الزنا والزنا الروحي، وبيتكلم عن عبادة الأوثان واللي هتخلق أولاد أجنبيين وحياتهم الروحية هتكون يعني very superficial على السطح، والحكاية خراب في خراب. سبب تاني لغضب ربنا بيعلنه في الآيات من 8-12 دول، بيتكلم عن نقل التخوم. نقل التخوم هو ربنا حدد لكل سط الحدود بتاعته، من الحتة دي الحتة دي الحتة دي، يعني كل كلام ده كان في سفر العدد مش كده، لما كنا بنتكلم عن دخولهم، وبعد كده يشوع وزع لهم الأنصبة كل واحد خد السبط بتاع. لكن اللي حصل ان هم اعتادوا على هذه التخوم، كل واحد طمع في اخوه ونقلوا التخوم دي. مش كده وبس، حتى لما تقسمت المملكة الجنوبية والمملكة الشمالية غاروا على بعض وخدوا مدن من بعض، يعني الاخوات صاروا يتخانقوا مع بعض وينقلوا التخوم بينهم وبين بعض. عشان كده بيقول أسكب غضبي عليهم كالسخط عليهم كالماء. إفرايم مظلوم مسحوق القضاء. يعني إفرايم مظلوم بقى بعد كل ده؟ ربي تقول إفرايم مظلوم، ظلم روح، ظلم روح. دي توريك قد إيه ربنا بيحبه، يقول له يا ابني أنت اللي ظلمت روحك، أنت مش كده، معدنك مش كده، ده أنت جميل، ده أنت حلو، أنت كنت تبقى على راسي من فوق، لكن يا غلبان باللي أنت بتعمل تعمله ده، هو انت ظلمت روحك، اعمل ايه؟ لازم اقدبك واشد ودنك وعاقبك واديك للسبي لشهر، لانه ارتضى ان يمضي وراء الوصيه. اية وصيه يا احبائي؟ وبيتكلم دلوقتي عن وصيه ربنا. لو مشي وراء وصيه ربنا ما كانش وقع عليه العقاب، لكن الوصيه هي هنا كانت وصيه يربعام ابن نباط الذي اخطا وجعل اسرائيل ايضا يخطئ. دي وصيه ابن نباط يربعام الملك الأولاني. لما المملكة تقسمت كان فيه رحبعام ويربعام، يربعام في الشمال ورحبعام في الجنوب، رحبعام ابن سليمان، ويربعام ده ملك جديد جه قسم المملكة الاثنين. ولما كنا بندرس في سفر ملوك الأول وملوك الثاني كنا تملي لما نوصل لحد يربعام العبارة دي لازم تتقال، الذي أخطأ وجعل إسرائيل يخطئ فظلم روحه ومشي ورا وصية يربعام. فعشان كده أنا لإفرايم كالعث ولبيت يهوذا العث، اللي هو زي بيسموه حاجة مع عفونة كده تاكل الأنسجة يعني، والسوس بياكل الخشب. ورأى إفرايم مرضه، آية 13، رأى إفرايم مرضه ويهوذا جرحه، فمضى إفرايم إلى أشور وأرسل إلى ملك عدو، ولكنه لا يستطيع أن يشفيكم ولا أن يزيل منكم الجرح. مين الملك العدو؟ أشور. وبيقول له إيه؟ إفرايم رأى مرضه، لا أنه هو ضعيف، لا أنه موقفه مش مظبوط، وجرحه شافوا يهوذا، يعني اكتشفوا ان هم محتاجين معونة، اكتشفوا ان في امراض ابتدت تدخل في وسطهم، ابتدوا يحسوا بضعفهم، وابتدوا يحسوا انه ربنا تخلى، نعمة ربنا اتشالت من عليهم، تخلت عنهم نعمة الله.
فالمفروض ان هو كان يرجع لله. يعني انا لما اكتشف ان انا في احتياج، لما اكتشف مرضي، لما فرايم اكتشف مرضه ويهوذا اكتشف جرحه، كان المفروض انهم يرجعوا لي انا. لكن ربنا صعبان عليه، دي خطيه ثالثه بقى. يعني اذا كانت الخطيه الاولى هي الزنا، الخطيه الثانيه هي نقل التخوم، الخطيه الثالثه اللي بيتكلم عنها دلوقتي هي اللجوء الى ملك عدو. مره يرجعوا لفرعون يحتموا فيه، ومره يروحوا الارام، ومره يروحوا الاشور، لجوء لملوك غرب عدو. ارسل الى ملك عدو، لكن هذا الملك العدو لا يستطيع ان يشفيكم ولا ان يزيل منكم الجرح، لان الافرايم، لاني الافرايم كالاسد، انا اللي واقف له. يقاوم الرب المستكبرين بفكر قلوبهم، يقاوم الرب ضدك. فاكر ابونا اندراوس الصمويلي لما كان يقول يكون معاك ما يكون عليك، كانت دعوه جميله من بقه. ازيك يا ابونا، ازيك، عامل ايه يا ابونا، صلي لي يا ابونا، يقول يا ولدي يكون معاك ما يكون عليك. دعوه جميله، فكر فيها كده، فكر فيها ان ربنا يكون ضدي. يا ساتر يا رب، يا ساتر يا رب، يا رب ما تسمح ابدا انك تكون ضد اي انسان. لاني لافرايم كالاسد ولبيت يهوذا كشبل الاسد، انا اللي واقف لهم. فاني انا افترس وامضي واخذ ولا منقذ. تلجأ لملك أشور، تلجأ لفرعون، تلجأ لمين؟ لا منقذ. أذهب وأرجع إلى مكاني حتى يجاذوا ويطلبوا وجهي في ضيقهم، يبكرون إلي. البكور يقدموها لي أنا. هم مرتبين الأولويات بتاعتهم في اعتمادهم على نفسهم، في اعتمادهم على ذاتهم، على خطيتهم وجاههم ومالهم وعيالهم، وبعدين بيلجأوا الملك آخر. هعلمهم ازاي يعرفوا كويس قوي ان انا الاول وانا الاخر. ربنا يا احبائي ما بيرضاش بانصاف الحلول، لكن ربنا عايز من كل قلبك ومن كل فكرك ومن كل قدرتك تحب الرب الهك. لإلهنا كل مجد وكرامه من الان وللابد، امين.